استفتائي على تعديل بعض مواد الدستور المصري. مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري. هذا ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر دعت فيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم. اليوم نعيد السلطة لكم شعب مصر، مصدر السلطات، لاستفتائكم على مشروع التعديلات الدستورية لتقولوا القول الفصل فيه. أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع. كل من تقدم من وسائل الإعلام أو المنظمات سواء دولي أو محلي وانطبقت عليه الشروط سواء القانونية أو التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها المنظمة قبلناها طالما استوفت الشروط القانونية. كان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية أعضائه على تعديلات دستورية ل14 مادة، من بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مع منح الرئيس الحالي الحق في الترشح لولاية ثالثة، واستحداث مواد تتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ واختيار نائب للرئيس وزيادة حصة المرأة في البرلمان. كان عندنا مشاكل في الاتحاد الافريقي وكان عندنا مشاكل على مستوى المنظمات الدوليه، فكنا عايزين في اسرع وقت ننتقل للشرعيه الدستوريه، فده خلى دستور 2014 اتكتب بشكل عاجل جدا. اللجنه الـ50 بذلت مجهود ضخم جدا، لكن في الاخر هو كان دستور ابن او وليد ظروفه زي ما بيقولوا يعني. ويحق لأكثر من 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم خلال عملية الاستفتاء التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل وتستعد لها مصر منذ ما يزيد على 2 شهر. حث المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الداخل والخارج أمر دعت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، مع وعد بسير العملية بشفافية تامة وتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين. كريم شيخ الغد، القاهرة.